نمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. أجواء مشمسة على معظم المناطق حاليا، مع أيضا أجواء تميل إلى البرودة، وتصل درجات الحرارة حاليا في معظم المناطق البرية ما بين 14 إلى 17 درجة مئوية، لكن درجات الحرارة المحسوسة تتفاوت ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعته بشكل عام خلال هذا اليوم ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومتوقع أنها راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية شرقية إلى شرقية مع نهاية هذا اليوم، وأيضا عودة لتكاثر السحب تدريجيا مع نهاية هذا اليوم، راح تكون ملحوظة أكثر في نهار يوم الغد، مع عودة أيضا لفرص الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت، أجواء مشمسة بشكل عام مع ظهور بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق. هواء حاليا غربي سرعته تتراوح ما بين 5 إلى 6 كيلومتر في الساعة في مدينة الكويت. أما بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية 17 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 60%، أما الرؤية الأفقية حاليا ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. الأجواء المتوقعة في صباح يوم الغد، أجواء راح تكون باردة، ومتوقع تتراوح درجات الحرارة في معظم المناطق البرية ما بين 8 درجات إلى 11 درجة مئوية، لكن على المناطق الساحلية وداخل البحر قد تصل درجات الحرارة في صباح يوم الغد ما بين 13 إلى 17 درجة مئوية. هواء شمالي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة، قد تتراوح سرعتها في صباح يوم الغد ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة، مع أيضا عودة لتكاثر السحب تدريجيا في صباح يوم الغد، وراح تكون ملحوظة أكثر في منتصف يوم الغد، مع عودة لفرص الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة في نهار يوم الغد قد تتفاوت ما بين 16 إلى 17 و 18 درجة مئوية. هواء راح يكون جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة، وقد ينشط على فترات، وتتراوح سرعته ما بين 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وراح تتراجع سرعته أكثر في مساء يوم الغد، وقد تصل ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. أجواء راح تكون غائمة إلى غائمة جزئيا، واستمرار في فرص الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة المتوقعة في مساء يوم الغد قد تصل ما بين 13 إلى 15 درجة مئوية في معظم المناطق البرية. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج بشكل عام في نهار يوم الغد ما بين 1 إلى 5 أقدام، والتيارات المائية خلال هذه الفترة راح تكون في فترات الحمل. أما بالنسبة للمواقيت حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر الساعة 5:18 دقيقة، شروق الشمس 6:42، وموعد أذان المغرب الساعة 5 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، ابتداء من نهاية هذا اليوم راح ترجع تتكاثر السحب تدريجيا، عودة لفرص الأمطار المتفرقة اللي قد تكون رعدية على بعض المناطق في يوم الغد، وقد تستمر معنا هذه الفرص أيضا في يوم الأحد، وقد تتفاوت كمياتها ما بين الخفيفة إلى متوسطة، وقد تكون غزيرة على بعض المناطق، وقد تكون أيضا رعدية على بعض المناطق. درجات الحرارة العظمى تتفاوت ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية، أما الصغرى ما بين 11 إلى 13 درجة مئوية. رياح راح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وقد تنشط على فترات في نهار يوم الغد، قد تصل ما بين 8 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وفي يوم الأحد قد تتفاوت ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، ومع نهاية يوم الأحد راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية غربية، وراح تكون ملحوظة أكثر في يوم الأثنين والثلاثة، وكذلك في يوم الأربعاء خفيفة إلى معتدلة السرعة بشكل عام، وقد تتفاوت سرعتها ما بين 12 إلى 35 في يوم الأثنين، أما في يوم الثلاثة والأربعاء ما بين 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. مع استمرار الهواء الشمالي غربي أيضا راح تبدي درجات الحرارة تنخفض تدريجيا مرة ثانية، العظمى قد تصل ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، أما الصغرى في يوم الأثنين 12، أما في يوم الثلاثة والأربعاء قد تصل ما بين 8 درجات إلى 9 درجات مئوية في مدينة الكويت، وقد تكون دون هذه المعدلات في بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة. أعزائي المشاهدين، هذه الأجواء اللي نعيشها خلال هذا اليوم، أجواء مستقرة، لكن هذا الاستقرار قد يكون نسبي ومؤقت، خاصة مع بدء تكاثر السحب تدريجيا نهاية هذا اليوم، وعودة فرص الأمطار المتفرقة اللي متوقعة من منتصف يوم الغد، وقد تستمر معنا أيضا حتى نهاية يوم الأحد. لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر خلال يوم الغد، وأيضا خلال يوم الأحد، وأيضا تأجيل أي نشاط خارجي، وأيضا التأكد من حالة الطقس والتحديثات من خلال نشراتنا الجوية، وأيضا من خلال حساب إدارة
وأثارت الأرصاد الجوية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن تنتهي نشرتنا الجوية ونترككم مع جولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.